السلام عليكم البنات، اهلا وسهلا. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير يا ربي. بغيت نوريكم فين كندوز الحجر الصحي ديالي. في هاد الجريده هادي كنغرس، كنقبل الوريضات دياولي. فاش كيكون الجو زوين كنجلس هنايا. هذا فليو، وهذا النعناع اللي هنايا. هو عاد تيكبر فاش كيكون البرد، ما كيكبرش دغيا حتى كيسخن الحال، عاد كيكبر بالشميسه. دابا شي سيمانه غادي يولي كبير، تيكبر دغيا تبارك الله. هنايا القزبور انا غرستو ديال الحريره، صح باقي صغير، باقي ما كبرش. هذيك البطاطا اللي نايضه في هذيك الجهه ناضت بوحدها. وهنايا هذا المعدنوس راه كبير، غيدير النواره. هذا السيبوليت كيما داك الوريضه الرائعه ديالو. وهذا السبانخ ولا السلك ولا البقوله ولا كيما كبغيتو تسميوها. بغيت نحيدها ويجيني الفكره، قلت علاش ما نفيلميش ونوريكم. هذه الخزامه حتى هي كدير عاوتاني واحد النواره رائعه ديال داك النواره في الموف، كتجي داك المنظر ديالها زوين. هاد الجهه هادي كنت غرسه الفخيز، كنت تكون داك البلاصه عامره بالفخيز، ولكن هاد العام ما كبرش مزيان لحقاش كنت حيدته وليت غرست غير شي وحيدات منه وما كبروش كاملين. عاد غادي يكبروا من بعد. هو راه كيدير العروق، كيدير بحال اللوايه، تيكبر كيدلع كي تنقولوا في الارض. وهذا الكرافس ولا السليغي، حتى هو شجيره باقا صغيره عاد نايضه. وغادي نقدم لكم واحد الضيفه، ها هي فيفي. عزيز عليها هذاك اللي توليب، كل مره كدور تمشي تنعس قدامه تنعس حداه باش تكون الشميسه. وها هي فيفي، ها انت عمركم ما شفتوها. وها هي، ها هي جات تقول لكم السلام، جات تبارك لكم رمضان يا كفيفي. ها انا جيت نحيدو، نجيب نحيد هذاك السباني لحقاش غادي يكبر يدير داك النواره وغادي يولي غيولي قاصح، ما يقدرش يتكل. وقلت نحيدو ونطيبو، غادي نقي نحيد منه. انا غنحيد داك الورق كاملين وغادي نعزل منه اللي زوينين غنخليهم، اللي خايبين اللحوم باش تعاود ثاني تكبر، غتولي عاوتاني هانتو كي خليتها مابقى فيها والو، وعاوتاني غيوليو نوضو داك الوريقات غيكبروا. كل مره هكا كندير كنحيدهم وعاوتاني كتكبر تبارك الله دغيا. هانتي هما الوريقات غسلتهم، غنحيد حتى هادو، غنديرو نقطعو معاها حتى هو الكرافس. كتمشي للسميه ديالو، كنعقل على القزبر والمعدنوس، ولكن الكرافس دائما كتهرب لي، ما عرفت علاش كنعقلش على الاسم ديالو. وصافي انا حيدتهم دخلتهم، غنغسلهم، نغسلهم بشويه ديال الخل، نرقدهم هكا في الماء، ندير لهم شويه شي معلقه كبيره ديال الخل ونخليهم في الماء. كيجي ولداد هادو ديال الجرده، ما كيكون فيهم لا لانغري لا والو، هما الكرافس والمعدنوس. كينفع في الحقيقه كتكونوا غارسين شي حاجه عندكم في الجرده ولا حتى في الحبيقات، تكون مره تحيدوا منهم وكتكونوا محتاجين واخا غير داك الكميه قليله. وهنايا دخلت بغيت ندير معاكم واحد البطبوط ولا المخمرات. غنحتاج ستر ديال الدجاج، والبصله شي نص كيلو ديال البصله مشلضه، وهنايا الفلفل عندي الفلفله حمراء الخضراء والصفراء، وعندي المعدنوس حتى هو مشلض، وعندي الزيتونيه والبلديه، وعندي البزار والبزار والملحه والبابريكا. وانتم كيبقى لكم الاختيار اللي بغيتو ديروه بالنسبه للعطريه، كيبقى لكم يعني حسب الاذواق ديال كل واحد. غادي نقلي هذيك الخضره تتقلى مزيان، ناحيه ديال الزيت البلديه والروميه، وعاد من بعد كنزيد العطريه. انا حتى الاخر ما كنديرهاش من الاول،
داك صدر الدجاج حتى من بعد عاد كنديرو حتى كت صدر الدجاج دغيا كيطيب، ديك اللون رائع ديال داك الخضره هكا. صافي دابا بعد ما طابت غادي ندير لها شويه ديال الملح والبزار، شويه ديال البابريكا، وعاد نزيد داك الصدر ديال الدجاج. وتديروا الكفته ولا ديروه بالطون ولا غير بسميتو غير بالخضيره هكا، بالخزو محكوك ولا القرعه محكوكه مع بصيله كيجيو لذاد حتى هما كيجيو رائعين. ولا بغيتي ديروا لهم الطون حتى هو كيجي زوين. هنا يعني درت هذاك الصدر ديال الدجاج، صافي ما كياخذش الوقت دغيا كيوجد. هنا هو طاب، غادي نخليه يبرد وغادي ندوز نحضر معكم العجين ولا داك البطبوط اللي غادي ندير. هنا درت معلقه ديال السكر، درت الخميره المعجونه، ودرت جوج معالق ديال الزيت بلديه، ودرت بيضه ومليحه. ها هما راني عجنت العجينه وخليتها ترتاح شويه، وغادي ندوز غادي نورق هذاك المليويات هكا، يعني بحال الملوي العادي، ولكن انا غنديرهم في الفران هادوك. يعني درت من كل حاجه شويه شويه. هاد الملوي هذا غنديرو يطيب في الفران، وغادي ندير بحال ميني باغيت، وغيكونوا في الفران ولكن بالفخوماج، يعني غيكونوا عامرين بهاد الحشوه هذا، وغنزيد عليهم الفرماج من الفوق. الطريقه سهله ما كتاخذش الوقت دغيا، الواحد عوض ما يبقى يوراق كياخذ كتاخذ لنا الوقت. هنا غادي نطلقها بحال هذا الشكل هذا، وغندير فيها شويه الفرماج محكوك، وغنزيد عليها الحشوه من الفوق. الطريقه واضحه، جو غزالين البنات مقرمشين. هانتم غادي نطوي على هذاك الشكل هذاك، وغادي نلويها هانتم كيف ما كتشوفوا. غير الورقه تكون رقيقه من الاحسن من الافضل، كيجيو مقرمشين. صافي غادي نخليهم على هذاك الشكل، وغنديرهم في الفران يطيبوا. وملي قربوا يطيبوا غادي ندير لهم شويه ديال الفرماج محكوك من الفوق، فوق داك الباغيط وداك الملوي، كيجيو كيعطيهم واحد القرمشه رائعه. وهنا غادي ندير عاوتاني داك البطبوط اللي غيطيب في الطاجين. هانتوما كتشوفوا غندير الحشوه عاوتاني هكاك، كيف ما بغيتو تسميوها، البطبوط ولا الملوي. انت درت فوقو لافاش كيغي، وغنطويه غير هكا طويه من هنا وطويه من هنا، وغنقلبو وغادي يعني نقرصوا على هذا الشكل هذا، وصافي غنديروا يطيب. طريقه سهله ما كتاخذش كاع الوقت، وكيجي ولداد وغزال غزالين كيطيبوا دغيا. ها هما هنايا طابهم اللي قلبتهم، هانتوا كي كيجيو. طريقه سهله، حتى المضر ديالهم كيجي غزال وكيجي ولداد. أنا تبارك الله درت الكمية كثيرة، وكيوجدوا في فرمشة العين. وهادو ملي طابوا في الفران شوف كتجي القرمشة ديالهم مع داك الفخوماج اللي درت لهم من الفوق، كيجيو رائعين ولدادين. داك القرمشة ديال الفخوماج كتعرفوه، ولكن غير نتوما ديروه يطيب حتى يقربوا يطيبوا هذاك الباغيطات ولا داك المسمنات اللي في الفران، حتى يقربوا يطيبوا عاد ديروا عليهم داك الفخوماج ورجعوهم للفران. راكم عارفين باش ما يتحرقش الفران، باش ما يتحرقش عفوا هذاك الفخوماج. وهنايا نتوما كتشوفوا هذوك اللي طابوا في المقله كي كيجيو كيجيو رائعين، وما ماش كتبقاوش تورقوا وتحطوا. ها نتوما كي كيجيو المناظر ديالهم، هادو اللي فيهم لافاش كيغي. كنتمنى تكون الطريقه واضحه، حتى المنظر ديالهم كيجي زوين باش الواحد ينوع هكا في رمضان، كل نهار يدير حاجه. تبقى
تقدروا ديروا الكميه كثيره وتخليوها في الكونجيلاتور وتجبدوا منهم وتسخنوا. انا كندير يومين هكا حتى لثلاث ايام، وكنجبد كل مره القدر الكافي ديالنا. هذوك مسمنات عاوتاني درتهم بشكل اخر، يعني بنفس الحشوه، ولكن هذوك درتهم بالكفته، ماشي عفوا ماشي بالدجاج، درتهم بالكفته. كنتمنى ينالوا اعجابكم. وانتم انا غنحل معكم وحده من هذوك اللي درت في الفران، هانتوما كتسمعوا القرمشه، كتب فيهم واحد القرمشه رائعه. كنسكت باش تسمعوا القرمشه. غادي نحل معكم وحده عاوتاني. هادو بالفرماج، كيكون الفرماج محكوك اللي يجي دايب لداخل، والاخرين اللي درت درتهم بلافاش كيغي. ايوا شكرا لكم، والسلام عليكم. نتلاقاو في شي فيديو اخر ان شاء الله.